إيران بدأت بتحريك فصائلها المسلحة في المنطقة بشكل مكثف للغاية مع وصول المفاوضات النووية إلى لحظات حرجة للغاية في انتظار النتائج مما ممكن أن ينتج من هذه المفاوضات ومسألة الحرس الثوري الإيراني تحديدا. وهذه التفاصيل للتحركات لإيران بشكل مباشر تحدث عنها المرصد السوري لحقوق الإنسان على مدار يومين، تحدث عنها يوم أمس وتحدث عنها اليوم أيضا في نفس الوقت بالاقتراب هنا من سوريا بشكل عام. فالمنطقة التي يتحدث عنها المرصد السوري لحقوق الإنسان هي تأتي بهذا الاتجاه إلى بلدة يطلق عليها بلدة السخنة، وفي هذا الجبل تحديدا الذي يأتي إلى غربها هو التحرك والتحشيدات التي تأتي. المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد بأن الفصائل المسلحة الموجودة في هذه البلدة بدأوا بعمليات حفر في هذا الجبل الذي ترونه الذي يأتي إلى غرب هذه البلدة من أجل وضع تحصينات كبيرة، وضع خنادق كبيرة في هذه المنطقة من أجل الاستعداد لضربات محتملة ممكن أن يتعرضوا إليها، وممكن هم أن يخزنوا فيها أسلحة في نفس الوقت. وكذلك إذا ما ابتعدنا قليلا فهنالك نقطة أخرى تأتي قريبة من هذا الجبل، وهي عبارة عن جبل آخر أيضا يأتي إلى غرب هذه البلدة المهمة، بلدة السخنة. وهذا الجبل الذي أتحدث عنه هو هذا الجبل، جبل الضاحك، الذي يبعد تقريبا 6 كيلومترا من هذا الجبل الذي تحدثنا عنه في غرب هذه البلدة، وكذلك من البلدة نفسها 6 كيلومتر إلى 6.5 كيلومتر تقريبا. وبالتالي هنالك حفر وآليات حفر وغيرها من الفصائل المسلحة الموالية لإيران هي تحشد بشكل كبير للغاية في هذه النقطة. كذلك هنالك معلومات إضافية للمرصد السوري لحقوق الإنسان أكد بأن هنالك تحشيدات وتعزيزات وأمور لوجستية تأتي من مسافة حقيقة قريبة، ليست من بعيدة أبدا من هذه المنطقة التي تحدثنا عنها. وهذه المنطقة التي نتحدث عنها هي تدمر بهذا الاتجاه، التي طبعا تبعد عن المنطقة التي تحدثنا عنها ما يقارب 65 كيلومترا عن المنطقة طبعا التي أكدنا عليها وهي تأتي بهذا الاتجاه. طبعا هذه هي مدينة أو بلدة السخنة، وبالتالي المنطقة هنا وما يجري هنا هو ليس تحصينات أو حفر أو غيرها، لا، الأمر مختلف. ما يجري هنا في تدمر تحديدا هو أن هنالك دعما لوجستيا، هنالك نقل أسلحة كبيرة إلى داخل المدينة من قبل القوات الروسية وكذلك من قبل الفصائل المسلحة الموالية لإيران، كل أخذ جزء له في مدينة تدمر المهمة للغاية. وعلينا أن نتذكر أن مدينة تدمر عند وجود الأسلحة فيها فهي دائما تتعرض إلى الضربات، هي والمناطق المحيطة لها. العام الماضي كانت هنالك ضربات من سلاح الجو الإسرائيلي ليست بالعادية أبدا. بالابتعاد قليلا إلى هذه المنطقة وسنلاحظ بأننا أمام نقاط مهمة جدا. هذه الجبال التي ترونها بهذا الاتجاه هي أيضا كانت مناطق تحصين تستخدمها الفصائل المسلحة الموالية لإيران بهذا الاتجاه، وهذا أصبح واضحا وكشف وتم فضحه تماما من الضربات التي جاءت من سلاح الجو الإسرائيلي طبعا العام الماضي. وكذلك هذا الطريق الذي ترونه كانت هنالك أيضا نقاطا مثل هذه النقطة ونقاطا بهذا الاتجاه، كلها ضربت كونها مخازنا للأسلحة لهذه الفصائل المسلحة طبعا بكل تأكيد. وبالتالي هذه المنطقة بجمع الأسلحة مرة أخرى بهذا الاتجاه هو يوضح بأن هنالك ترسيخا وتعزيزا لهذا التواجد واستعدادا لمرحلة قد تكون كبيرة إذا ما فشلت هذه المفاوضات النووية. وعلى هذا الأساس إذا ما ابتعدنا قليلا بالقمر الصناعي الآن من سوريا لكي نأخذ نظرة شاملة عن هذه المنطقة وما الذي تعنيه بالنسبة للدول المجاورة بكل تأكيد، فبالتالي المنطقة التي تحدثنا عنها نحن هي بهذا الاتجاه. بالنسبة لإسرائيل هذا الاتجاه دائما هو معرض إلى الهجمات، كانت هنالك اتهامات في الضربة التي تحدثنا عنها إذا كانت العام أو في السنوات الماضية بأنها تأتي مباشرة من سلاح الجو الإسرائيلي عبر الجولان على مسافة ما يقارب 290 كيلومترا، وفي بعض الأحيان وفي الضربة الأخيرة التي تحدثنا عنها تحدثوا بأنها جاءت من قاعدة التنف، أي أن الطائرات الإسرائيلية حلقت بهذا الاتجاه وأخذت الطريق مباشرة إلى هذه الضربة في العمق بهذا الشكل. وبعدها شهدنا ما شهدنا من ضربات بالطائرات المسيرة التي تحدثوا بأنها جاءت من سوريا وجاءت من العراق على قاعدة التنف نفسها. ولذلك نحن أمام فعلا تحشيد خطير جدا يأتي بهذا الاتجاه. وما يزيد الطين بلة هي معلومات نشرت من قبل The Moscow Times وثبتتها ونقلتها The Times of Israel بأن هنالك 3 قواعد للقوات الروسية غادرتها القوات الروسية في هذه المنطقة تحديدا. وهل
قامت القوات الروسية فعلا بسحابها من هذا القواعد بتسليمها مثلا إلى الجيش العربي السوري أو إلى الحكومة السورية، الأمر هو العكس تماما، وهذا ما قالته تايمز أوف إسرائيل حول هذه القواعد، أن القواعد التي تم تخلي عنها الآن قد تم نقلها إلى الحرس الثوري الإيراني وكذلك إلى جماعة حزب الله اللبناني. وهذا يفسر تماما لماذا نجد في الرادارات بهذا الشكل طائرات السرب 122 الإسرائيلية النحشون شابت للاستخبار الإلكتروني، وهي تحلق يوم أمس بهذا الشكل المكثف الذي ترونه بهذه الطريقة، وهي تراقب كل صغيرة وكبيرة تجري في الداخل، على الرغم من بأنه ليس هنالك أي شحنات للسلاح قادمة من إيران إلى مطار دمشق، على الأقل مما راقبناه ومما رأيناه هنالك تخفيف لهذه المسألة والتركيز على إرسال الشحنات الإيرانية مباشرة إلى العاصمة الروسية موسكو، بالتالي رقابة عالية جدا، استنفار كبير في الرقابة. وكذلك قبل 48 ساعة كانت هنالك طائرة نحشون شابت أخرى وهي تراقب ما يجري من تغييرات كما نتحدث الآن بهذا الشكل. وهذا الأمر وهذه التحولات الخطيرة من ثلاثة قواعد وانسحاب للقوات الروسية من سوريا جعل أيضا معاهدا مثل معهد ألما الإسرائيلي أن يركز على هذا الأمر، ونشر خارطة كاملة لكل القواعد التي تتواجد فيها القوات الروسية كما تلاحظون. والواضح جدا بأننا أمام العديد من القواعد على البحر المتوسط في وسط سوريا وكذلك في مع دمشق وفي جنوب دمشق وبالقرب من الجولان، ولكن الأساس في هذا الموضوع ومن خلال السطع الإسرائيلي من خلال هذه الطائرات الاستخبار الإلكتروني توضح أن التركيز يأتي بهذا الاتجاه، وهذا ما قد يوحي إذا ما اقتربنا من هذه المنطقة قد يوحي لنا بسهولة عن أن هذه القواعد هي التي يجري فيها التغير بهذا الاتجاه كما نلاحظ بهذا الشكل. قد تكون هذه فعلا هي القواعد بالنسبة إلى تدمر كما تحدثنا، هنالك تحشيدا للأسلحة وبالتالي قد لا يكون بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بالتالي قد لا تكون هذه القاعدة هي المتغيرة. أيضا بأن روسيا لم تسمح للميليشيات وللفصائل المسلحة الموالية لإيران أن تأتي إلى القواعد الروسية التي هي على البحر المتوسط منذ زمن بعيد، لم تسمح لهم وبالتالي ليس متوقعا أن يكون هنالك تسليما لإيران في هذه القواعد والتخفيف من هذه القواعد، وبالتالي النظر هنا يذهب والأنظار تذهب إلى هذه القواعد التي تأتي بهذا الاتجاه أو حتى هاتين القاعدتين، وبالتالي التركيز قد يكون هنا، قد تكون فعلا روسيا قد سلمت القواعد هنا بهذا الاتجاه كما تحدثت الموسكو تايمز ونقلته The Times of Israel بأن هنا التسليم كان للفصائل المسلحة طبعا الموالية لإيران. السؤال الأهم، أين تذهب هذه القوات؟ لماذا قامت روسيا بسحب هذه القوات من هذه القواعد؟ وهو الأمر الذي أيضا تحدث عنه نفس المصدر وقال تم نقل العديد من الوحدات العسكرية الروسية من القواعد في سوريا إلى ثلاثة مطارات، لم يحددوا هذه المطارات، حيث سيتم نقلهم إلى أوكرانيا. وواضح جدا بالنسبة إلى قضية أوكرانيا بدأت تأخذ مجالات أبعد، وهذه القضية مثيرة خاصة وأن القوات الروسية أساسا أعلنت، وروسيا أعلنت بهذا الشكل، The Moscow Times أكدت بأن روسيا قامت بسحب 40,000 مقاتلا سوريا للذهاب إلى روسيا من أجل القتال هناك، وهذا الخبر كان هو عبارة عن أقل من شهرين من الخبر الذي نتحدث عنه الآن. بالتالي هنالك واضح جدا بالنسبة إلى القوات الروسية بأنها لا تريد استخدام أو استدعاء أي من جيشها الموجود، الاكتفاء بالقوات التي اعتمدتها في هذه العملية العسكرية في الداخل الأوكراني وكذلك استدعاء هذه القوات الموجودة في سوريا من أجل تحقيق ما تريد تحقيقه. والآن كما هو واضح بالنسبة إلى القوات الروسية هي تركز بشكل كبير، وواضح من كلمة الرئيس الروسي اليوم فلاديمير بوتين بأن هنالك تركيزا كبيرا على دونباس، هم يريدون دونباس، يريدون إنهاء هذه العملية بهذا الاتجاه، وكذلك واضح جدا أن هنالك ضغطا كبيرا يأتي على أوديسا التي تأتي إلى شمال البحر الأسود. أوديسا طبعا اليوم تعرضت إلى ضربات بأربعة صواريخ وهنالك معركة كبيرة تجري على مستوى جزيرة الأفعى التي تأتي بهذا الاتجاه متوجهة، طبعا كل الصواريخ والقوات والهجمات البرمائية تأتي بهذا الاتجاه في محاولة من الضغط على أوديسا من أجل السيطرة عليها بكل تأكيد. ولكن بالنسبة إلى أقليم دونباس هنالك الكثير والكثير يتحقق بالنسبة إلى القوات الروسية، هي تحقق الأمور جيدة بالنسبة إليها على هذا المستوى. هذه هي أقليم دونباس وشرق أوكرانيا وهذه هي الحدود طبعا الإدارية لإقليم دونباس كما تعودنا عليها خلال هذه المعركة. هذه هي ماريوبول التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء تماما من الصحيح.
السيطرة عليها هي ساقطة عسكريا طبعا. هذه هي دانييتسك وهذه هي لوغانسك وهذه هي الحدود الفاصلة بين لوغانسك ودانييتسك. وبالنسبة إلى القوات الروسية هي تسيطر تقريبا لا زالت بهذا الشكل، وكذلك هي مسيطرة تقريبا على أغلب المناطق الموجودة في لوغانسك بهذا الشكل. وبالتالي المعركة الأساسية والتقدم الروسي الآن الذي يجري هو يجري بهذا الاتجاه، هم يريدون إنهاء هذه المعركة، وهنالك تحديثات كثيرة تجري في هذه المنطقة. دعونا نقترب منها الآن بالقمر الصناعي لكي نتعرف على طبيعة ما يجري فعلا في هذه المنطقة المهمة للغاية الآن بالنسبة إلى روسيا. الآن بالنسبة لهذه المناطق فإن القوات الأوكرانية هي تسيطر على كراماتورسك، على سلوفيانسك بهذا الاتجاه، هنا ليمن، هنا طبعا شاندريلوف بهذا الاتجاه، وكذلك هنالك منطقة بهذا الاتجاه مهمة جدا يطلق عليها يامبل، وهنا باخموت أيضا لا زالت القوات الأوكرانية متواجدة فيها، وهنالك مناطق أخرى بهذا الاتجاه مثل هذه المنطقة وهي بوبسانا وكذلك زولوت، وهنالك منطقة أخرى هنا أوريخوفا بهذا الاتجاه، وهذه طبعا هي سيفرو دانييتسك، وهنا منطقة أخرى مهمة جدا وهي روبزن التي طبعا سيطرت عليها القوات الروسية. بالنسبة للقوات الروسية هي موجودة في مدينة إيزيوم، وكذلك كما تحدثنا هي تسيطر بهذا الشكل على هذه المناطق. بالنسبة للقوات الروسية لكي نفهم ما الذي جاء وما الذي تحدث وما الذي تغير بالنسبة لها، هي وصلت تقريبا إلى هذا الاتجاه بالنسبة للقوات الروسية. الجديد فيما تم بأنهم تمكنوا من السيطرة على مدينة شاندريلوف بهذا الاتجاه، وهي التي تبعد عن مدينة ليمن عبارة عن 11 كيلو مترا فقط. والآن وكذلك هذا يأتي تكميلة إلى عملية السيطرة على هذه النقطة الأخرى التي تحدثنا عنها وهي يامبل التي لا تبعد إلا 8.5 كيلو مترا عن ليمن. وواضح جدا أن القوات الروسية هنا تريد السيطرة والضغط على ليمن بهذا الاتجاه، وبالتالي هي تبحث عن الاندفاع إلى هذه المنطقة من أجل السيطرة عليها، ألا وهي مدينة سلوفيانسك، لكي تبحث أيضا عن عملية إطباق أخرى وضغط آخر على كراماتورسك. ولكن الضغط على كراماتورسك سيأتي من المنطقة التي سنتحدث عنها من هذا الاتجاه من الشرق. طبعا بالنسبة للقوات الروسية هي سيطرت بحسب طبعا وزارة الدفاع الأوكرانية ووزارة الدفاع الروسية، كل هذه المصادر هي تحدثت عن هذه المناطق، هم سيطروا على هذه المنطقة ألا وهي أوريخوفا، وبدأوا يضغطون على زولوت. زولوت اليوم تحدثت وزارة الدفاع الروسية بأنها تمكنت من تدمير رادارا أمريكيا موجودا بهذا الاتجاه، وتحدثت وزارة الدفاع الروسية بأن هذا الرادار الأمريكي الكبير والخطير هو جاء من حلف الناتو، وبالتالي هم قالوا بأننا سنضرب كل الشحنات القادمة من الناتو بعد الآن وبدءا من الآن في ظل هذه التطورات الكبيرة ودخولها إلى معركة دونباس. وطبعا بالنسبة للقوات الروسية ما تجدد اليوم بأنهم تمكنوا ومنذ الصباح الباكر من السيطرة على منطقة بوبسانا، بل إنهم وصلوا إلى منتصف هذا الطريق الذي ترونه، وهم بدأوا يضغطوا على مدينة باخموت. هذه باخموت بالنسبة إليهم مهمة للغاية لأن فيها طريق يرتبط مباشرة بسيفرو دانييتسك الموجودة في لوغانسك، إحدى آخر النقاط التي تحاول القوات الروسية والانفصاليين من المقاتلين من جمهورية لوغانسك من السيطرة عليها. وبالتالي القوات الروسية الآن هي تبحث عن حقيقة السيطرة على هذه المنطقة، قطع الإمدادات على سيفرو دانييتسك وفتح الباب للهجوم على كراماتورسك. وبالتالي هذه المنطقة كما نلاحظ مع حقيقة أنهم سيطروا أيضا على مدينة روبزن وبدأوا بقصف غرب سيفرو دانييتسك وبدأوا بمحاولة الإحاطة بهذه المنطقة، كل هذه التفاصيل توضح أمامنا بأن القوات الروسية فعلا قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على هذه المنطقة. كل يوم هنالك تقدم، هنالك اختلاف، وهنالك تنوع. ولكن ستيفن هاربر وهو الرجل الذي يعتبر كان هو طبعا رئيس وزراء كندا السابق، الرجل تحدث عن ما يجري في روسيا وفي أوكرانيا وطلب من الدول الغربية بما فيها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية التعلم من الدرس الذي يجري في روسيا. وبهذا الشكل على الناشنال بوست كما تلاحظون قبل 48 ساعة من الآن تحدث بأن علينا التعلم من هذا الدرس الروسي وتطبيقه والتعلم مع إيران، يعني أي بما معنى بأن الردع لم يكن كافيا على روسيا من قبل الإدارة الأمريكية والأوروبيين بشكل عام، لم يكن كافيا أبدا، كان من المفترض استخدام القوة مع روسيا، كان من المفترض أن نكون أقوى. وبالتالي علينا الانتباه مما هو قادم من المفاوضات النووية كما يتحدث طبعا ستيفن هاربر، وعلى هذا الأساس هو يقول علينا الضغط على إيران لأن إيران تبني إمبراطورية كبيرة
جدا في العراق وفي سوريا، وتدعم حزب الله اللبناني، وكذلك هي سيطرت من خلال الحوثيين على اليمن بالكامل. علينا فعل شيء، وعلينا الردع بقوة، وعلينا ترك هذه المفاوضات، وبالتالي إيران لن تذهب إلى القنبلة النووية وإن كانت قد تقدمت بهذا الشكل. أي بما معنى، دعونا نستخدم القوة من أجل إحقاق السلام، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت ضعيفة للغاية. وهنالك قضية مثيرة تجري في ظل ما يتحدث عنه وتحدث عنه ستيفن هاربر، هو ما يجري بين الصين وبين تايوان. هنالك تطورات خطيرة جدا جرت منذ الأسبوع الماضي حتى يوم أمس. ما جرى بالنسبة لهذه المنطقة تحديدا المثيرة التي بدأت الأنظار تتوجه إليها فعلا، بأن هنالك كانت مناورات عسكرية بالنسبة إلى الصين. هذه هي طبعا الصين، هذه هي تايوان، الجزيرة التي ترونها بهذا الشكل. وبالتالي لاحظ المساحة الكبيرة جدا والفرق الكبير بالنسبة إلى طبعا الجيش الصيني العريق الكبير مع تايوان الصغيرة بهذا الاتجاه والحدود. كل ما هو فاصل والمسافة بين الصين وبين تايوان يأتي ما يقارب 140 كيلومترا فقط لكي تستطيع طبعا العبور الصين إلى تايوان بهذا الاتجاه. وعلى هذا الأساس المناورات العسكرية التي أعلنت عنها الصين اليوم، قالت بأننا قمنا بمناورات عسكرية إلى جنوب غرب تايوان بهذا الاتجاه وإلى شرق تايوان. وبالتالي بالنسبة إلى التايوانيين طبعا هم أعلنوا بأنهم حذروا الطائرات الصينية، وتحديدا 18 طائرة قاموا بتحذيرها الجمعة الماضية لأنها دخلت في منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية. هم لم يخترقوا الأجواء المجال الجوي التايواني، ولكن هنالك مناطق لتحديد الدفاع الجوي هم حذروا الصينيين من الاقتراب منها. هم قادرين طبعا في ظل هذا الاختراق أن يضربوا هذه الطائرات، ولكن بالتأكيد ستكون هنالك كارثة كبيرة جدا إذا ما فعلوا هذا الأمر، خاصة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي بدأ الكثيرون والكثير من الدول تقلق من طبيعة سياساتها مع ما رأوه وما شاهدوه مما جرى من أفغانستان أو حتى مما نتحدث عنه الآن طبعا بالنسبة إلى أوكرانيا. على أساس هذه المناورات طبعا تايوان حذرت 18 طائرة، حذروا أيضا بعض الطائرات التي اخترقت مجال الدفاع الذي نتحدث عنه أو تحديد الدفاع الجوي بالنسبة إلى تايوان يوم السبت، في ساتردي وسندي طبعا في يوم السبت ويوم الأحد، ولكن كانت الطائرات طبعا أقل من 18 طائرة. ولكن هذه المناورات قد تعني الكثير بالنسبة إلى المستقبل إذا ما استمر عدم وجود الردع. وبالتالي السؤال الأهم هنا، هل ستستمع الإدارة الأمريكية، هل سيستمع الغرب إلى طبيعة ما يتحدث عنه ستيفن هاربر، أم أن الأمور ستستمر على هذا الشكل وقد تأخذ منحنيات مختلفة؟